راه هاد الناس هنا راه هاد الناس دابا هما كيلعبوا معانا بحال كيلعبوا معانا قشقش فهمتي كيلعبوا معانا قشقش دابا ملي كتجي عندهم كتجي عندهم دابا كتقول لي راه نقدر ندوي برطوبه بلا ما نكون معصب نقدر ولكن راه ما بقاش عندي سمعت ديك البروده باش نهضر معاك يعني البراد ما بقاش لان كون ما داروش لينا هاد الحاله هادي راه واحد اخر انا راه ماشي بحالكم ولكن دابا هاد الناس ما عرفتش دابا ملي كنجيو لعندهم كنجيو نوقفوا تمايا كيقولوا لك راه المغرب اللي داير لكم هاد الحاله راه المغاربه هما اللي سادين عليكم راه الدوله المغربيه وشكون هي هاد الدوله المغربيه كتقول دولتنا حنايا دولتنا حنايا فهمتي دولتنا حنايا اختي راه حنا اختي يعني راه ما بغيناش كنعرفوا واش كنديروا مع هاد الناس هادو وكيقول لك الدوله المغربيه حنا دابا ركنا هنا ما غاديش يعطيونا ديك التعويضات اللي غيعطيونا تما ما غيعوضوش لينا خدمتنا يعطيوني خدمه غادي يخدموني دابا والله ما نمشي يخدموني غير بحال هكا يعطيوني غير 5000 درهم نشري والله لا مشيت والله لا مشيت نحلف لك بالله العلي العظيم لا مشيت انا جبت ولادي هنا كيقراو سمحت تما وجدتهم هنايا باش يقراو والله انا باش حيت المحبه ديال المغرب حيت عزيز عليا المغرب ولكن من دار فيا هاد الحاله هادي بحال اللي بقى فيا شويه الحال اختي هاد الناس هادو راهم محنين عافاك انا عاود غنكرر هاد الهضره راه يعني ما خصهاش تكرر الناس راهم محنين بارك شكرا اختي ماشي خاطرنا باش كنغوتو انا اللي كنهضر معاكم راه عندي ولدي عامين ونص عندي ولدي عنده عامين ونص
عنده واحد المرض مزمن، يعني ولدي الا ما شربش الدواء يقدر يموت في اي لحظه. لهذا لان كاين عمامه وخو صغير، وحتى الدواء باش كتاخذو تما كاين راه كدير دوماندا، يعني كدير دوماندا كتمشي للسبيطار في تزاد الدري ويعطيك ورقه وكتجيبها اللازل، ومن اللازل عاد كتدفع الفرماسي اللي غتوجد لك الدواء. اما انا لما كنتش تما حدا ولدي راه الدواء قريب يسالي ليه، ولا في حاله سالى ليه الدواء عندنا مشكل تما، لان تما كاين الناس ما هاد اليد المساعده دابا تفقدات، لان الناس كلشي ولا خايف على راسه. الا ما كنتيش انت كرب اسره عندك السياره ديالك كتهز ولدك كتمشي تقضي الصوالح ديالك كما هنا في المغرب، يعني ملي كتكون رب اسره ممكن دير اي حاجه، كتمشي كدير دوماندا وكتجيب دو تعطيه لولدك. لهذا هادشي علاش حنا كنغوتو وعلاش كنجيو، حنا راه ما كنجيوش حبا باش نشوفوا هاد القنصليه الايطاليه، راه الظروف اللي جعلتنا احنا باش نجيو ليهم، وهما كتشوفوا كما كتشوفوا راه ما كيعبروناش. انا تساسلت عده مرات بالناس ديال فروما من بينهم الصحافه والناس في الداخليه تما كاين، قال لك سمح محمد راه الارتيكل اللي عندنا تما كاين راه مختلف بتاتا على هادشي اللي كتقول لي. علاش نتوما كتمشيو للقنصليه وما كيخرجش عندكم القنصل؟ اذا المشكل دائما كيف ما كنقولوا من الحكومه الايطاليه، في القنصليه الايطاليه لانهم ما كيستجبوش لنا. يعني ملي كيقولوا لكم الحكومه المغربيه راه كاين واحد التمرير، كاين هذاك عير كره كما كنقولوا راه كيجونغليو بينا، راه ملي كيقول لك سير للخارجيه، الخارجيه كيقول لك راه حنا كندير، حاله وحده اللي انا ما عجبتنيش. هو قال لك حنا راه ملي كيجيونا الاسماء الايميل ديالكم راه كنشدوهم وكنصيفطوهم للخارجيه المغرب ديال المغرب، هذا هي اللي مابغاش تدخل ليا. علاش الخارجيه كتحكم فينا حنا؟ ما فهمنا واش هذا الشيء صحيح او هذا غير مراوغه بالنسبه ليهم. في نظركم انتم علاش الخارجيه المغربيه او الحكومه المغربيه غترفض ان المغاربه المقيمين بايطاليا وليبقوا عالقين في المغرب انهم يمشيو؟ ما بغاوش يخسروا فلوس. لا غير اسمح لي نكمل السؤال ديالي. بالرغم من ان المغاربه اللي في اسبانيا اللي كانوا هنايا مشاو، وديال بلجيكا مشاو، وديال هولندا مشاو، من هنا تتبان لك ان منطقيا راه المشكل كاين في الحكومه الايطاليه ماشي في الحكومه المغربيه. هذا هو السؤال الجوهري الاخت، حيت هاد قالوا ليها بان من عندكم انتوما ماشي من عندنا حنايا. التصريح ديال السفير ديال ايطاليا اش كيقول؟ يعني من عندكم انتم المغرب. خويا هو التصريح ديالو مكتوب، التصريح الصحفي ديال السفير الايطالي اللي تخرج في 16 افريل اش كيقول؟ كومينيكاسيون دو بريس اش كيقول؟ اكوز دو لا كريز سانيتير جلوبال الوغ ديتيرميني ديال لابوديمي كوفيد 19، قال لك لوتوريتي ماروكان إلزون سوسبي، يعني غلقوا الكوليغامينتو، يعني تواصل ما بين الحدود البحريه والجويه. هذا كيقول هذا، ولكن راه تفتحت دابا الناس مشاو. لا هادشي بغي نقول، وايطاليا ديال الامس ماشي ديال اليوم، انا عندي عائلتي كيخرجوا كيمشيو. دونك فين بقات الاستاذه؟ بقات في حاجه وحده، اشكر بعدا شوف التي في على هذه البديره، بقات المشكل هو المادي. هذيك القنصل سميتها ايطاليا ما بغاش تدخل رعاياها اللي نسميهم السير على الدوزيام سيري اللي هما مساكن هادو، وخصهم يعرفوا بان هادو كيخلصوا لي طاس شارين ديور، كيخلصوا لي طاس، عندهم دي مينور، عندهم دي ترافاي كنخلصوا. واخا شنو هما الاجراءات من بعد فاش غتمشيو ان شاء الله لايطاليا؟ اجراءات بحكم انا حقوقي وفاعل جمعوي وانتمي الى الدبلوماسيه الموازيه، غادي نرفعوا دعوه بقنصله، وهذا كيخولوا لنا القانون الايطالي الديمقراطي، كيقول في حاله انت ارسلتي واحد الرساله بريديه لطالبين ما خاصك لما تجاوبتيش، يعني كما كنقولوا حنا السكوت فافورابل، دونك في مده شهر ونص حتى شهرين ما عطاوكش لا ريبونس بايه بوي ونو، وكي سون لي بروبليم، علاش ما صيفطناكش؟ علاش؟ يعني عطينا تبرير، يعني كيتقاداو في المحكمه الايطاليه. هذيك الساعه هما يقولوا لنا بان راه المغرب اللي ما بغاش يجبدوا لنا الدليل، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. شكرا تبارك الله عليك. شكرا.